فلوس ضعيف تعطونا ولو الشركات اللي تعطونا احنا الفلوس اول مرتين تربيه هما الكاليتي تيديه هما. بحسب معطيات غير رسمية يستثمر في تربية الدجاج نحو 10,000 مزارع، لكن تراجع الانتاج وضعفه وارتفاع أسعار الأعلاف وتبعات أزمة كورونا والحرب بأوكرانيا دفعت بمربي الدجاج والمستثمرين في القطاع إلى الاحتجاج. الأعلاف الأولية في السوق العالمية مرتفعة، لكن اللي خص يكون في علم هاد الشركات والوزارة الوصية والسيد رئيس الحكومة هو أن هاد المربين الصغار وهاد المربين المتوسطين يعلمون جيدا أن هاد الأعلاف هذه أو هاد المواد الأولية في السوق العالمية انخفضت بنسبة 25%. قطاع الدجاج بالمغرب قطاع اقتصادي واجتماعي هام، ويوفر اكتفاء ذاتيا للبلاد من حيث استهلاك لحومه وبيضه. قطاع الدواجن يعرف مجموعة من التداعيات اللي تؤثر عليه سلبيا، تداعيات أزمة كورونا وكذلك الارتفاع الصاروخي في مواد الغذائية. إذن قطاع إنتاج الدواجن لم يكن في منأى عن هذه الأزمة. ويعد قطاع الدجاج بالمغرب قطاعا خاصا 100%، وتستورد البلاد حاجتها من الدجاج للتفريخ من إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، في حين يصدر المغرب البيض إلى دول إفريقية عديدة. يهدد مربو الدجاج بوقف الإنتاج إذا استمرت خسائرهم المالية بسبب ضعف هامش الربح وارتفاع أسعار العلف كما يقولون. بالمقابل يطالب آخرون بتمكين هذا القطاع من الدعم الحكومي باعتباره قطاعا حيويا وموفرا لفرص العمل. عبد الصمد الجطوي، العربي، الرباط.